جاء أمر الله لنبيه صلوات الله عليه بالهجرة من مكة إلى يثرب التي نورت فصارت المدينة المنورة، وأراد كفار مكة أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. خرج رسول الله مهاجرا إلى ربه. وضعت قريش جائزة لمن يأتي برسول الله حيا أو ميتا، وعلم بالأمر كثير من رجالات العرب، ومنهم سراقة بن مالك الذي كأنه لمح أبا بكر رضي الله عنه عند خروجه مع رسول الله من مكة، فانطلق لعله يحظى بتلك الجائزة. ولما أوشك أن يدرك رسول الله حيل بينه وبين المصطفى صلوات الله عليه مرة وثانية وثالثة، فطلب الأمان، فأذن له رسول الله أن يقترب. فلما اقترب قال: يا سراقة، اكتم عنا ولك سواري كسرى بن هرمز. فنظر سراقة، رجل يخرج سرا من مدينته إلى مدينة أخرى، والناس تلاحقه ويبشرني بكنوز من كنوز كسرى. فوقف، قال: كسرى بن هرمز؟ قال رسول الله: كسرى بن هرمز. فعاد وقد غير ذلك في نفسه. فلما مرت الأعوام وجاءت خلافة عمر رضي الله عنه، وفتحت بلاد فارس، وأتي بكنوز كسرى بن هرمز، وأتي بسواري كسرى ألبسهما لسراقة بن مالك، ذاكرا ما أخبر عنه النبي صلوات الله عليه، وذلك يوم وفاء. أيها الأحبة، إن النبي يخبر عمن يملك كل شيء ويقدر على كل شيء، فإذا قال: من صلى لله في اليوم والليلة دون الفريضة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، فحافظوا عليها. وللحديث تتمة. إلهي يا سميع يا بصير ويا رحمن يا نعم المجير، إليك شكوت تقصيري وضعفي، وأرهقني على نفس المصير.